وهلا رح ننتقل ونتحدث عن اللحميات عند الكبار وليه بتطلع هاي اللحميات وبتظهر عند البالغين. رح تكون موجودة معنا الدكتورة إسلام زيادنة وحضرتها استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. شكرا ليلى. صباح الخير. صباح كل عام والوطن وقيادته الهاشمية بألف خير، وشكرا كثير على الاستضافة بهذا الصباح الحلو كثير. شكرا. أهلا وسهلا، سعيدين جدا بوجودك معنا لليوم دكتورة. إذا لحميات، إحنا ممكن إنه متعودين عند الأطفال ممكن يكون في عندهم لحميات، ولكن ظهور مفاجئ للحميات عند الكبار بالعمر أو البالغين، فبدنا نحكي سبب الظهور وبالبداية شو كمان الأعراض اللي بتكون تظهر عندهم اللي بتدل على إنه في عندهم لحميات. بالضبط، تمام. هلا هذا الموضوع هو شائع، يعني أنت قلتي متعودين عند الأطفال، بس هو فعلا موجود. يعني تقريبا حسب اخر احصائيات حوالي 4 من كل 100 من البالغين ممكن تطلع عندهم هاي الزوائد اللحميه، او خلينا نسميها السلائل اللحميه عشان نكون دقيقين اكثر بالمصطلح، باي مرحله من مراحل حياتهم. هلا خليني بالبدايه بس معلش الانف شوي، كلمه لحميه يعني شيء مبهم، يعني فيج هيك. الناس كلها بتخلط باللحميه، بيجي بيقولوا لك مثلا انا عملت عمليه، بيجين كثير ناس او بحياتي اليوميه حتى بالمجتمع بشكل عام، انا كان عندي لحميه، شخصوني انه عندي لحميه، عملت عمليه للحميه. هلا كلمه لحميه بقصدوا فيها كثير اشياء، خليني بشكل مبسط كثير اشرح بس الانف. هو شو هو الانف اصلا؟ الانف هيك شيء معقد شوي تركيبيا. هلا هون على هاي الصوره ببين معنى الانف من جوا كيف شكله. هلا هاي اللي بالنص هي هاي اللحميه، عرفتي؟ بس هذا هو تجويف الانف من الداخل. هلا تجويف الانف من الداخل تشريحيا هو معقد كثير، خلينا نبسطه. خلينا نتخيل انه الانف عباره عن غرفه، وهي الغرفه فيها زي جدار بالنص. الجدار بالنص هو الوتيره او الحاجز الانفي، اللي احنا دائما بنعرف كثير مشاكل بتصير بالوتيره او الحاجز الانفي. في عنا يمين وفي عنا شمال. على الجوانب في عنا شيء بسموه الجدار الجانبي للانف، اللي هو بالضبط هيك. الجدار الجانبي للانف بيكون بالجدار الجانبي في بعض القرينات الانفيه، تراكيب جوا. الناس مرات ممكن تفكرها هي لحميات، ولكنها تراكيب موجوده بشكل طبيعي. وبالجدار الجانبي للانف بتفتح الجيوب الانفيه، يعني هون عم نشوف الجيب الفكي مثلا، هذا اكبر الماكسلري ساينس، هي اكبر جيب موجود تحت العين وورا الخد. فهيك هذا تركيب الانف من جوا. ببطن الانف كلياته غشاء، الغشاء هذا غشاء مخاطي رقي، خلينا نسميه بطانة الأنف. الناميات اللحمية، الزوائد اللحمية والسلائل اللحمية هي عبارة عن مشكلة بالغشاء المبطن للأنف. فإذا بنشوف بهاي الصورة، هلا هذا الأنف الجدار الجانبي للأنف، وشايفين هاي الزوائد أو النتوءات عم تطلع من الجدار المبطن للأنف أو من الغشاء المبطن للأنف، هذه اللي بنقصد فيها السلائل اللحمية أو الزوائد اللحمية. طبعا هذا ليلى هو مرض بصيب أكثر الكبار بالعمر، يعني خلينا نقول عن فوق الأربعين سنة. قليل كثير ما بصيب الأطفال. هو طبعا ممكن يجي بأي عمر، ولكن يعني بالأطفال أقل. هو أنواع بالضبط. بالأطفال أقل كتير، وخاصة بالأطفال اللي عندهم مرض التكيس الليفي أو سيستيك فايبروسس. يعني بالعادة إكسكلوسيف، حصري بالأطفال بيكون عندهم أكيد سيستيك فايبروسس، بس هو بصيب أكتر البالغين أعمارهم فوق الأربعين سنة. أكتر بصيب الرجال من النساء، ولكن زي ما قلنا بيجي بأي عمر، ومش معروف لحد اليوم شو السبب اللي بيخلي هاي الزوائد أو السلائل اللحمية تظهر. هلا لما الناس بتفهم تسمع الزوائد أو سلائل بتفكر دائما بروح فكرنا لأنه لا سمح الله يكون إشي خبيث أو كانسرس، ولكنهم هدول بالغالب ما بيكونوا كانسرس، هم بيكونوا بالغالب كتل التهابية حميدة. الغشاء المبطن للأنف مع كثرة الالتهابات الموجودة بالمنطقة بصير فيه زي تورم. والورم احنا بالطب بنسميه إديمة، إديمة يعني تجمع سوائل. هلا لما تجمع سوائل بالغشاء، الغشاء بصير يطلع لبرا زي نتوءات او لايك اوت جروتس من الغشاء المبطن للانف، بعدين مع الجاذبيه الارضيه ببلش تنزل لتحت زي عنقيد العنب بالصوره اللي شفناها قبل، وبتعبي الانف وبالتالي بتعمل الاعراض. نعم. طيب دكتوره، اذا هاي الاعراض اللي بشعر فيها المريض، الطبيب قد ايه بحاجه انه يشخص، او بمجرد ما عمل يعني فحص سريري هو بيقدر يشخص ويعطي هذا التشخيص؟
هلا بالبدايه خلينا نعرف الناس كيف هم ممكن يروحوا يطلبوا استشاره الطبيب او يعرفوا انه ممكن يكون عندهم سلائل او زوائد لحميه. هلا بالبدايه لما بيكونوا صغار كثير هم ما بيعملوا اعراض، فممكن المريض ما يشكي من اعراض. الاعراض الاوليه بتشبه او بتتشابك مع اي اعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي، يعني مثلا زي الرشح، كيف لما حدا فينا بياخذ كومن كولد فيروس او حتى بكتيري بصير عندنا احتقان، تسكير بالانف، رشح. هلا بالعاده الرشح الفيروسي اللي احنا كلنا متعودين عليه بيروح، يعني خلال 10 ايام الى اسبوعين بيكون راح، ممكن يعمل بعض التحسس بالقصبات الهوائيه من بعديه وبرضه بيروح. ولكن الناس اللي عندهم سلائل او التهابات الجيوب الانفيه مرتبطه بالسلائل اللحميه، هدول ما بتروح من عندهم الاعراض. فالاعراض الاوليه شبيهه باي اعراض اخرى ممكن ما ينتبه عليها الانسان. في اشياء مميزه بالاعراض زي مثلا انسداد شديد بالانف، سيلان كثير، سيلان من الانف بيرجع على الحلق بنسميه بوست نيدل دريب، يعني بضل على طول المريض بحس ببلغم ورا، وكمان ضعف او فقدان بحاسه الشم، هذا كثير مميز للسلائل، يعني السلائل بس تكبر كثير وتسكر الانف فورا الانسان بفقد حاسه الشم. فهلا لما بصير عندي وحده من هدول الاعراض او بتطول الاعراض بتستمر اكثر من شهر شهرين، وقتها بالغالب المرضى بيجوا بيطلبوا استشاره الطبيب. هلا لما يجي بيكون راح مثلا على طبيب الاسره بالبدايه او طبيب العام، اذا الشك هو ممكن يفحص بالفحص السريري العادي، ممكن يشوف هاي السلائل موجوده عند فتحه الانف خاصه اذا تعدت الجيل. دكتوره بدقيقه، شو العلاج اللي ممكن انه يتم استخدامه؟ هلا العلاج شوفي، لانه هاي المشكله لسه يعني ما في بحث، ما في مؤتمر، ما في اي لقاء علمي، ما بيكون في حكي عن هذا الموضوع، فلسه هذا الموضوع زي ما نحكي ما في علاج واحد مثبت. ولكن اللي انا بقدر احكي انه العلاج الطبي هو اهم شيء، لازم نبدا بالعلاج الطبي اللي هو بتكون من مضادات التهابات بشكل عام باشكالها المختلفه، خاصه الستيرويد زي بيوديسينايد فلوتيكازون، هدول ممكن ينعطوا بمحاليل ملحيه زي غسيل للانف، ممكن ينعطوا على شكل اقراص، ممكن على شكل بخاخات، بالاضافه لبعض انواع المضادات الحيويه اللي لها دور بمحاربه الالتهابات. العلاج الطبي لازم نمشي معاه للاخر، يعني لازم نكمله للماكسيمال ثيرابي. طبعا في علاجات طبيه جديده طالعه هلا زي العلاجات البيولوجيه بنسميها، هذا كله لازم نروح معه للماكسيمم. اذا ما تحسنت الاعراض اطلاقا او ما في استجابه او في اعراض جانبيه للعلاج، وقتها ممكن نروح على العلاج الجراحي اللي هو بالعاده بيكون جراحه الجيوب الانفيه وبالمنظار. نعم، اذا شكرا لوجودك معنا دكتوره اسلام زيادني استشاريه جراحه الانف والاذن والحنجره، نورتينا، اهلا وسهلا لك. شكرا.